بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، الجلسة 33 من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء سنني وشراحها في الدارين آمين. الباب 57 من الكتاب الثاني، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى، أي فرائض الوضوء، يعني لأن الله أمر في القرآن بالفرائض وجاءت السنة بالفرائض مع السنن، فكأن يريد أن يقول فرائض الوضوء على ما أمر الله تعالى، أي أن فرائض الوضوء مستنبطة من آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإذا قمتم إلى الصلاة معنى النية، يعني إذا أردتم أن تصلوا فنوا بغسل الوجوه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين الوضوء، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى، دي فيها النية، ده استنبط منها الإمام الشافعي كده النية. الإمام أبو حنيفة قال لا، ده النية سنة، لأن أول الفرد هو غسل الوجه، فعنده النية سنة عند الأحناف، لكن الشافعية عندهم النية فرض، كذا المالكية، مع الخلاف في كيفية النية عند المالكية والشافعية. فالشافعية عندهم النية تكون أول الفرد باستحضارها أول غسل الفرد، أول غسل الوجه. أما المالكية فيستكفوا بالنية بقرينة الحال، يعني هو واقف بيتوضى، يعني داخل يتوضى، فقرينة الحال دي عندهم نية كفاية، لكن الشافعية لا، لازم يستحضرها عند غسل أول الوجه أول الفرد. يبقى قالوا بالنية، من قال بالنية اختلفوا في كيفيتها ووقتها، والإمام أبو حنيفة لم يقل بالنية على أنها ركنا، ولكن قال أنها سنة، لأن لم تذكر في الآية صريحة، لم تذكر في الآية صريحة، ويكون الفرائض المجمع عليها غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين، دي الفرائض المجمع عليها الأربعة. طب هل الترتيب ركن ولا غير ركن؟ ذهب المالكية إلى أن الواو لمطلق الجمع، وكذا الأحناف، وبالتالي يبقى الترتيب غير منصوص عليه، الترتيب سنة بس ولكن ليس ركنا. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب ركن من الأركان بدليل فصل مغسول بممسوح، قال وامسحوا برؤوسكم، وبعدين قال وأرجلكم، فتح اللام، فكونه فصل بممسوح بين مغسولات دل على أنه أراد الترتيب، واضح؟ فالترتيب عند الشافعية ركن منصوص عليه بقرينة لغوية لا بقرينة لفظية. أما المالكية والأحناف قالوا أن الواو تقتضي مطلق الجمع بغير ترتيب، وبالتالي الترتيب عندهم سنة وليس ركنا. أما الدلك، دلك الأعضاء، فلم ينص على اغسله خلاص، فبعضهم جعل الدلك ركنا كالمالكية، وقالوا أنه هو من لوازم الغسل، فإذا قال اغسل معنى ادلك، فعندهم الدلك ركن والترتيب سنة، على عكس ما ذهب إليه الشافعية إلى أن الترتيب هو الركن والدلك سنة، ويكفي في الغسل جريان الماء بغير دلك على العضو المراد. والأحناف لم يذهبوا إلى أن الدلك أو الترتيب ركن أصل،
فأقل أركان للوضوء عند الأحناف. ثم بعد ذلك الموالاة، موالاة الأعضاء، أي تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله بنفسه. هل منصوص علي في الآية؟ قالوا أن الواو تقتضي مطلق الغسل والجمع بغير تعقيب، يعني بغير موالاة. يعني ممكن تغسل وجهك وتقعد ربع ساعة، وبعدين تغسل دراعك وتقعد نص ساعة، تغسل الدراع الثاني تقعد ساعة، وبعدين تمسح رأسك وترد على المحمول وتتكلم مكالمة، وبعدين تغسل رجل وتروح تفتح الباب وتكلم مش عارف، وبعدين تغسل رجل، يعني تقعد تتوضى كده ساعتين. الموالاة يعني ايه ليست عندهم. ليه؟ لان ما قالش الفاء. لو قال بالفاء تقتضي ايه؟ التعقيب والترتيب، تعقيب وترتيب، موالاة على طول. لكن ده قال بالواو، جمع بالواو التي تقتضي ايه؟ مطلق الجمع مع التراخي او مع الترتيب او مع تحتمل وتحتمل وتحتمل. فطالما تحتمل يبقى ايه؟ محل خلاف. لكن الشافعية قالوا الموالاة سنة وتجب عند دائم الحدث فقط للضرورة، لأنها طهارة ضرورة. يبقى متى تجب الموالاة عند الشافعية؟ لدائم الحدث. ومتى تجب الموالاة عند الشافعية؟ أيضا عند ضيق الوقت، يعني خلاص الوقت هيخلص، لو ما توضأتش ورا بعضه هيدن الأذان التاني، يبقى يجب في حق الموالاة عشان ألحق أدرك الصلاة. واضح؟ يبقى متى تجب الموالاة في الوضوء عند الشافعية؟ إذا ضاق الوقت ولدائم الحدث. واضح؟ حتة دقيقة عند الشافعية لطيفة. أيوه. في إيه؟ لا، غسل الجنابة مش محتاج موالاة، لأن الجسم كله في الجنابة كالعضو الواحد. واضح؟ لا ترتيب ولا موالاة، لأن الجسم في الحدث الأكبر كالعضو الواحد، واخد بالك؟ مش متعدد الأعضاء، هو إفاضة الماء للجسم كله، واخد بالك؟ فبالتالي لا ترتيب ولا موالاة عند إيه؟ الغسل من حيث الركنية. يعني يلا، ممكن يعني مثلا يغسل رأسه الأول والباقي بعدين، يعني تقصد في الغسل؟ ممكن، ممكن الموالاة دي إلا إذا كان دائم حدث، واخد بالك؟ يعني ممكن يغسل دماغه كده تحت الحنفية وينوي رفع الجنابة، وبعدين ينشف راسه ويقعد يقرا الجورنال، وبعدين يقوم يفيض الماء على باقي جسمه، ما يجراش حاجة، تمشي عند الشافعية تمشي، إلا إذا كان دائم حدث ما ينفعش. نقول له لا بقى روح. واضح؟ باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام ابن ماجه في سنن الحديث 95 بعد 400 يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، أي من الذنوب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. فهم منها الإمام ابن ماجه أن النضح تم بعد الوضوء، والراجح أن النضح تم بعد الاستنجاء إذا أراد الوضوء، ده الراجح للجمع بين الأدلة. كأنه بيقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ، كأنه يقول ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، أي بعد الاستنجاء قبل الوضوء. طب وعرفنا إزاي التفسير ده؟ من روايات أخرى، من روايات أخرى، ما أنت لا تقف في مسألة على رواية واحدة، لابد أن تجمع كل الوارد في المسألة الواحدة، كل ما ورد في المسألة الواحدة تجمعه وتضعه أمامك تقرأه كله، وبعد كده تستنبط منه الحكم، ولا تكتفي برواية واحدة وإلا يحدث الخطأ. فلا بد لمعرفة الحكم أن تجمع كل الأدلة الواردة في المسألة من حيث النصوص المختلفة ودرجة ثبوت كل نص، ثم بعد ذلك تنظر وترجح بين قوة النصوص بعضها وبعضها البعض، وقد يكون بعض النصوص مجملة وبعضها مبينة، فيأتي المبين يوضح ما أجمل في بعض النصوص الأخرى، ثم تستنبط بعد ذلك الحكم. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء، وهذا على سبيل دفع الوسواس لمن تأثر بالوسواس حتى لا يظن أن قد خرجت قطرة من البول من ذكره بعد الوضوء كما يحدث عند بعض من يصاب بهذا الداء. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. وعنه به قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح، يعني نفهم منها إذا توضأت أي إذا أردت الوضوء فانتضح، مش إذا توضأت انتهيت من الوضوء فانتضح، زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يفهم من هنا أن أنا أقوم أصلي الأول وبعدين أتوضأ بعد الصلاة، يعني إذا أردت أن تقوم للصلاة فتوضأ. هنا كذلك إذا توضأت فانتضح، يعني إذا أردت أن تقوم للوضوء فانتضح. واضح؟ لكن الإمام ابن ماجه فهم منها أن النضح يكون بعد الوضوء، ولذا عنوان الباب، فعنوان الباب يدل على أنه فهمها على هذا المعنى، أن يكون النضح بعد الوضوء، وذهب إلى هذا الفهم بعض الفقهاء، ذهب إلى هذا الفهم بعض الفقهاء، فلا بأس على أي حال. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن الزبير عن جابر قال رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه، يعني نضح يعني رش الماء على ثوبه فيما يقابل الفرج، يبقى ده معنى النضح، وهذه السنة خاصة بالرجال دون النساء، خاصة بالرجال دون النساء، لأن النساء غالبا لا يخرج منهن قطرات بول لأن لقصر مجرى البول عند المرأة، فمجرى البول عند المرأة قصير 3 سنتي ولا حاجة، حاجة كده ماسورة قصيرة 3 سنتي لا يتبقى فيها شيء وغير متعرجة، أما مجرى البول عند الرجل فمتعرج وطويل قد يصل من 16 سنتي ل 22 سنتي، وبالتالي
قد يتراكم بعد قطرات البول، فعليه أن يعصر ذكره وينصره ويضغط به على جانبي أنثييه حتى يستبرئ من البول أولا، ثم يغسل مذاكيره، ثم ينضح بعد ذلك حتى يذهب الوسواس عنه. فهذه المسائل متعلقة بالرجال دون النساء للاختلاف في الصفة التشريحية التي عليها الخلقة. باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، يعني هل يجوز ان انا انشف الوضوء؟ لان الوضوء والغسل ده اثر عبادة، والعادة ان اثر العبادة يحافظ عليه لانه فيه فضل، ولذا الشهيد يكفن في ثوبه وفي جراحاته ولا يزال عنه اثر الدم، لأن الدم الذي أسيل على جسده بسبب عبادة وهي الجهاد في سبيل الله، فلا يزال أثر العبادة. وكذلك المحرم إذا مات محرما يكفن في ثوب إحرامه ولا يوضع عليه طيب، لأنه لا يزال أثر العبادة عنه. وكذلك عند الإمام الشافعي لا يتسوك الصائم حتى لا يزيل الخلوف من فمه، لأنه أثر عبادة وهي الصوم، والنبي يقول خلوف فمه الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالقاعدة أن أثر العبادة لا يزال، لأنه فيه كرامة وفيه شرف وفيه فضيلة. فإذا كان الوضوء عبادة وما بقي منه من ماء على الأعضاء فهو أثر للعبادة، فهل يجوز إزالته أم لا يجوز إزالته على القاعدة المعروفة؟ فهم؟ خصوصا أنه ورد أخبار أن بقايا ماء الوضوء هذا يوزن مع الحسنات يوم القيامة. فالنبي بيّن أنه يجوز استعمال المنديل في الوضوء والأفضل تركه، لكن يباح استعمال المنديل عند الوضوء. النبي غالب أحواله كان لا يستعمل المنديل، لكن إذا عرض عليه لا يرفضه صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنسان من عادته أنه لو ترك أعضاءه مبتلة ولم يجففها يحدث له يعني بعض الأمراض الجلدية، يبقى في حقه التنشيف واستعمال المنديل أفضل، حتى لأن الضرر يزال فلا يعرض نفسه لمرض. أما إذا كان إذا لم يستعمل المنديل لا يحدث له مرض، فيبقى ترك المنديل أفضل في حقه على أن يكون هو غالب حاله، لكن لو استعمله احيانا لا يضر. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مرة مولى عقيل حدثه ان ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها حدثته انه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، يعني لف نفسه بالثوب كله زي البرنس كده كأنه تجفف نفسه جسمه بيه، لما التحف بالثوب كله كالبرنس كأنه نشف أثر الماء. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية مصبوغة بالورس، وهو نبات طيب الرائحة يصبغ به فتظل رائحته في الثوب المصبوغ 20 سنة. والورس هذا نبات يزرع في اليمن، ما عرفش لحد دلوقتي بيزرعوه ولا لا. اليمن أيام ما كان سعيد، يمكن كم الوقت اليمن ما بقى سعيد بسبب المظالم ومظاهرات، فنسأل الله أن يعود سعيدا مرة أخرى وسائر بلاد المسلمين. فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية، يعني مصبوغة بالورس، فاشتمل بها، يعني لف بها جسده، يعني كأنه تنشف بها. فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، والعكن منثنى من لحم البط،
والنبي ما كانش عنده على فكرة انسناءات، لكن ده مجرد تعبير يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ترهلات في بطنه، كأن صبغة الورث هذه كانت تؤثر تطبع على الجسد من الثوب إذا التحف بثوب ورثي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالتي ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. يبقى أحيانا النبي هو يرد الثوب وأحيانا يستعمل الثوب لتكفيف جسده. فمرة عرضوا عليه نطر الماء واترفض الثوب، ربما كان متعجلا يريد الخروج للصلاة مستعجل ربما، فرده لأجل ذلك، وربما لبيان أن الأفضل ترك التنشيف، ربما هذا وربما هذا، واضح. وعن أبي قال حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. باب ما يقال بعد الوضوء اللي هو الذكر بعد الوضوء. وعن أبي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. ورد طبعا أحاديث أخرى فيما يقال بعد الوضوء، مجموعها أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بمجموع الأدعية دي كلها تقول الكلمة دي كلها، تبقى كده جبت كل الوارد. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم افتح لي يعني. قلنا ايه في الدعاء الاول؟ ساعتها بحفظه بعدين انساه، اقوله لما اتوضى بقى. قلنا ايه تاني؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس الزياده اللي احنا نسيناها لما كررنا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كويس؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كويس؟ ده بمجموع، لكن لو اكتفيت باحدهما كله يمشي. قال ابو الحسن بن سلمة القطان قال حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو نعيم بن نحوي وعن ابي قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء. باب الوضوء بالصفر. والصفر ده نوع من النحاس قيم يشبه في صفاره الذهب، ولكن هو نحاس يسموه الصفر، سمي الصفر لانه اسم من اسماء الذهب، هو اصلا نحاس. معلوم ان آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الاكل والوضوء وغير ذلك. طيب هل ما شابهها كالنحاس النقي يبقى مكروه
ولا غير مكروه؟ هي دي المسألة، لأنه يشبه الذهب. معلوم أنه يجوز استعمال كل الأنية ما عدا أنية الذهب والفضة بس، ويبقى لا كراهة. ولكن عند الشافعية في تفصيل أنه يكره استخدام الماء المسخن في الآنية المنطبعة في الأقطار الحارة. يعني كالآنية المنطبعة يعني إيه؟ الآنية المصنوعة من الحديد ومن النحاس اللي تصدأ يعني. على اعتقاد عند الشافعية أنه يورث البرص. وقال الإمام الشافعي أكره ذلك من أجل الطب، يعني العلة طب وليس العلة نص شرعي. ولما ثبت في الطب أنها لا تورث البرص، فالراجح عند الشافعي أنها زالت الكراهة باستخدام الماء المسخن في الأنية المنطبعة. واضح؟ ففي وجهين عند الشافعية، وجه بإزالة الكراهة وده الراجح لأن العلة الطب، والطب أثبت أنه لا يورث البرص، ووجه آخر على العلة الأولى. باب الوضوء بالصفر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني إناء من نحاس جيد. تور إناء من صفر أي نحاس جيد من جودته، أنه يشبه الذهب في صفاره يعني نقي. فتوضأ به، بيّن أن النبي استعمله لأنه ليس ذهبا ولا فضة. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب من صفر، يعني إناء يغسل فيه. مخضب يعني إناء يغسل فيه، من صفر يعني من نحاس جيد. قالت فكنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور. ونقف على أبواب نواقل الوضوء من الغد إن شاء الله، ونبدأها بالوضوء من النوم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومحاسن الأخلاق، ما حينا بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.